هيا شفت انا. طيب نبدا مشهد الشباب. اول شيء نحتاج العم اشرف بس يشغل الشاشه لان احنا بنطلع برا تطلع معنا الكاميرا يا عم اشرف. طبعا اذا في مقا احنا ما من حنا هذا انت يا يا هلا يا الله تحييه. وش الله تحييه؟ توي جايكم على استراحه. انت توك جاي وين القطه؟ وش قطه يا ابن الحلال؟ قطيت الاستراحه. لا حول ولا قوه الا بالله يا مسلم. وش يا مسلم جاي بس وانت سنونك هذه تقدر دباسه ورق. لا حول ولا قوه الا بالله يا ابن الحلال. يا ابن الحلال احنا ربع وحنا جميع وحنا ثلاثاتنا ربع وجميع وثلاثاتنا اوكي. لكن ليش الرجال هذا يجيب قطيته باول الشهر وانا اجيب قطيتي انت تجيب هذا بس تمسك هالجوال سنابات تويتر واتساب وتضحك وقرقر ومر واخر وتعشى يا ابن الاجواد يا ابن الحلال كلنا ربع وكلنا اخوان. لا لا اجيكم يا اسمع ان شاء الله باذن الله اصبروا علي بس ما بيصبر عليك هو يمزح يحب يمزح. لا ما امزح انا صاد انا ما امزح ما يخالف يا ابن الحلال اسمع. لا 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 يخالف. شوف شوف انت يا طول العمر يا اما تجيب قطتك قبلك ولا ما تجي الاستراحة. معلش يا ابن الحلال الشيء الماشيين عليه احنا والناس غيرنا هذه تشوف انت الاستراحات يمين ويسارنا من العصر وهم طاقين سيراتهم عندهم مستانسين ومتعلم الا احنا تجي تسحب رجليك على وقت العشاء تعشى وتنس. الاهل مبطي ما شفتهم يا رجال. الاهل مبشير ويبون لهم شغاله بوجه رمضان هالشغالات الحين بيزود سعره نبي والله جبنا شغاله وهذا لاهد وادري ما يا من له يا منك اللي هات بالبيت لا تجي بهذا تفرغ عندنا. لا طب الدعين خير خلوه يسالف يمكن عنده سالفة ما عنده ولا الهواني. وش سالفته؟ انا اجي اتقهوى معكم واخذ علومكم واسولف معكم. ايوه وفرحان فيكم بالله. احنا ما احنا فرحانين فيك. لا حول. تبي الصد؟ لا حول. الا عندك ما ادري وش انت يا دخلت ما تبي ما بين عيونك الا السفره. ها حطيته عشاكم؟ لا ما حطينا عشان الدراهم اخر همنا يا مسلم. اسمع 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 خطيت عليه. اسمع اخر همنا ولا ما هي اخر همنا؟ فلوسك قبلك زين من هنا ورايح من هنا ورايح لك قطتين بالشهر. ليه؟ كل اللي فات تعوضه. ليه ليه قطتين؟ ليه قطتين يا طول عمر نص المبلغ باول الشهر عشان نضمن انك تدفع والنص نص الشهر يا ابن الاجواد. اما على نهايه الشهر هذا ما يمشي عندنا. لا يزعل ويقوم. لا يزعل خلوا يزعل ويطق براسه هالجدران في اربع جدران طق 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 طق. لا يا سلف سلف خلوا يروح يا اخو طس على الوجه هالسيكل استراحه ابو كفرتين يا اخوك. اخطيت عليك اخطيت عليك. وش ذنبها الحين؟ هذا خطا ما يصير. اعتذر لاخوك ما تدري انت اعمالك ترفع الاعمال ترفع كذا. قلت قهوه انت اشرب كاسي. انا بشرب الكاسه والله ما اشرب الكاسه لين تقوم وتعتذر للرجال. ما اني قايم ولا انت اخطي من راسك لساسك. قم اعتذر له. انا اخطيت والله ما يجلس معك رجال لاني كلهم لعلمهم عنك. اسمع 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 والله اسمع والله العظيم. بقول لك شيء بقول لك شيء والله لا ارفع السماعه عليك ولا اسلم عليك ولا حتى اسال عنك. طيب اما قمت اعتذر زي ما سمعناه منو بس اسمع مني. طيب انا ما سمعت انت خليتني اسمع منك. الرجال يتاخر بالقطيه. انا قلت خطا انت مخطي من راسك لساسك المفروض تقول له تقول له بينك وبينه ما تدخل احد. مكتوب على انا جايك ضيف ما ابغى منك مكتوب على الاستراحه برا صدقه. ما هي صدقه مكتوب طال عمرك هذا محل قبل تدخل برضو الله يهينك. تبي كذا ولا برضو هذا الكلام بينك وبينه ما تقوله. انا ضيف عندك انا يعني مو معجبك انت اتبعه امش معي وعد. لا ما امشي معك والله انت امشي يا رجال والله انت امشي. قم بس قم. اذا كنت تحب والديك امش وارضه. هي حب والديك يلا قم اذا انت تحبهم صدق. الله يلعن الشيطان طاري. قم واعتذر للرجال لا يروح. الله يا اخي هذا هانا دابل نسبدي منه شهور يا ولد. ما هي مسألة يوم ويومين. انا بكلم اشرف يولع المايك المايك يا ولد. يا سيلفر يا سيلفر ساير 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 نلحقه. تدري ليه؟ هذه طريقته له اشهر له اشهر كذا. انت مخطي عليه يا رجال. وشو مخطي؟ وينه وينه؟ خلوا يدلف. لا يا انا قلت لك ما فيه لازم تعتذر للرجل الحين. والله سلفر اسمع 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 انا علشانك اسمع 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 انا علشانك بعتذر. لو انه مين ما هو علشاني. لا علشانك الله كنت. سبحانه وتعالى عندك طال عمرك اعمالك ما ترفع. انت بي اعمالك ما ترفع. انت تتصدق السبت وتتصدق الاحد وتتصدق الاثنين وكل الايام تتصدق بهن تعمل بهن خير
تدرين هذا اللي كلهن ما يرتفع الا الله سبحانه ولا ولا يقبل عمل منهن. الله يتزكى. لانك انت اخطيت على اخوك المسلم. اعوذ بالله. الله يتزكى. الله يتزكى. انت الله يتزكى والله يا اخي. على الاعتذار وعلى العلم الزين. يا اخي غصب والله غصب غصب والله شيء شيء هنا يعني انا الله يا اخي زعلت. جلس يا اخي تقري تيب. ها شفت يا حبيبي والله اني انا بغطت عليه يعني. بغطت عليه؟ لا. وهو ما هو ما يصير هذا. ما ادري انا يصير وانا اخوك. انا يا طول العمر اسمع تدري ليه؟ انا والله بسال هالقطيه وشيل بيه المبتع. انا ادفع عنه حق سنه. يا بعد حيل. انا ادفع عنه حق سنه. تعال يا سيلفر يا بعد راسي. سيلفر. يعني ما انحرم منك والله يا اخوك ان اخوك يمزح حبيبي. معك وما كان متقصد الشيء اللي هو اسمع. يقوله. اسمع اسمع اخي انت جرحتني. معليش معليش انا اخوك كان أنا يمزح والله العظيم انك على عين والراس. شوف انا بعد منك الحين بقول لك حاجه الغدا بكره عليك زين خلاص خلاص وقطيتك وقطية. والرجال هذا يقول قطيه سنه عين يعني الاستراحه عندكم يعني كان تقصيد سياره سنه سنه عليكم وسنه علينا يلا مشينا نروح يلا مشينا مشينا الامور طيبه يا سلمى معليش احنا اخوان تدري احنا يعني هالحين نطلع من بيوتنا علشان نستانس بالاستراحه صح ولا لا صح صح انا طاحت هالكلمه والله غصب علي يا ولد انا جاي منضغط وانا والله بعد انا جاي منضغط ما عليه جيت انت وضغطني زود خلاص معليش معليش ضغطتك صرت كبسة دجاج اضحك اضحك انا ما يصير كبسة دجاج اضحك يا نفسيه يا نفسيه هذه صير كبسة ضب اضحك يا نفسيه والله خلاص خلاص بعد احنا استراحتنا الحمد لله الحمد لله ترى يعني كانك ببيتك يعني ما اقط لا وش تقط هالرجال توكل لك سنة كاملة سنة يعني سنة شفت بعض الوكالات اللي يقول ايه؟ الزيت علينا والسيفون عليك ايه؟ هذا القطط عليه والقطط عليك يعني اجي اكل وامشي تمشي وتستانس وتصوت ما عليك لتل انت ها تونس يعني ما بنعولك انا لتل والله احبك وتحب لتل ايه اكيد كلنا نحبك يا سيلفر ان شاء الله بيض الله وجهك تعال اصبر اصبر الله هذه مبادرة الاعتذار الله يعطيكم العافية يا بيض اتمنى بعد نزل يا ولد يا ولد حبيبي جبته يا الله العافية ها جبته لك بيض الله وجهه يا الله سيلفر اللي تكلمت الله يبيض وجهك شكرا لك يعافيكم العافية شكرا لهذا المثل الطيب والله قصرته ترى يحدث ويتسامحون بساعة على طول الناس اللي بهم خير افكر بها من امس ما شاء الله نسويها معكم افضل يا حبيبي روحكم طيبة